متواجد هنا في ورشات فنية مع الناشئة لتبادل التجارب اللي في حقيقة هي مجموعة من السنين خبرات وكتعطيها في واحد وقت وجيز. والمجال ديالنا كيتشاف مجموعة من الزوايا، ماشي غير فقط فني وإنما فني صناعي بيئي. فطبعا كانت الورشة متميزة، كان حضور الناشئة مستوى عالي ما شاء الله، وكان تفاعل حتى بالنسبة للإبداعات. يعني اشتغلنا على الباتريمون، يعني الموروث الثقافي الإسلامي العربي وهو الأهلة والفانوس كذلك. اشتغلنا عليهم، درت واحد النموذج وهما تبعوا النموذج من الأول حتى الأخير. بطبيعة الحال كان واحد الصدى متميز معهم وكانت واحد التجاوب. عندهم واحد الخبرات في المجال ديال الفن التشكيلي ربما نوعا ما، ولكن حنا ضفنا على المساله نتاع ريكوب ار، يعني الفن التشكيلي المجاني اللي تخافوا براتيك، يعني الاعمال اليدويه. والحمد لله كان خدموا نماذج متميزه كما كتشوفوا وجيت سعداء.